بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة المرحلة الثالث المسائي، المحاضرة رقم 7 ليوم السبت المصادف 28/3/2020 من مادة اقتصاديات الأعمال. موضوع اليوم اتحاد المنتجين الصناعيين أو اندماج منشأة ما مع منشأة أخرى. نأتي على تعريف الاندماج على أنه شراء منشأة ما لمنشأة أخرى، فتسمى المنشأة المشترية بالمنشأة الدامجة والمنشأة البائعة المندمجة، وذلك أما لتشابه المنتجات أو تشابه مراحل عملية الإنتاج. وهذه الرغبة في التوسع في مجال الاندماج أو الربح وسيلة بين الاندماج، أو نفس المادة يتم انتاجها بين هاي المنشأة وذيك المنشأة. نأتي هنا اتحاد الاندماج المنتجين الصناعيين. الاتحاد في اندماج هذه المادة المنتجة هو نوع من اتحاد وتأسيس مجموعة محددة من المنتجين أو التجار، ويأخذ شكل أقلية محتكرة تتوافق فيما بينها من أجل مراقبة السوق، وهي شكل من أشكال التمركز الأفقي يجعل مجموعة من المقاولات ذات الاستقلالية القانونية والمالية، والتي تمارس أنشطة متقاربة وتتوجه إلى السوق قادرة بموجب اتفاق مبرم بينهما، ومراقبة السوق والتحكم في دخول المنافسين الآخرين، مما يساعد على رفع من نسبة أرباحهم إلى أقصى حد ممكن. نأتي على موضوع الاتفاق بين التجار، يعني أكو اتفاق بين التجار لدمج المنتج تحت إطار منتج واحد، ويكون موضوع الاتفاق في الغالب حول تحديد الأسعار ويكون موضوع الاتفاق في الغالب حول تحديد الأسعار. 2، المعايير المعتمدة من أجل ذلك هو منع وصول تجار منافسين إلى السوق. 2، المعايير المعتمدة من أجل ذلك هو منع وصول تجار منافسين إلى السوق. 3، نجد هذا النوع من الاتحادات في الحالات التي يتوفر فيها التجار على بضاع متماثلة فيما بينهم. 3، نجد هذا النوع من الاتحادات في الحالات التي يتوفر فيها التجار على بضاع متماثلة فيما بينهم. هنا أكون نماذج عدة، فإحنا اختارين هذا النموذج من الاتحادات بين المنتجين أو بين المنشآت، نماذج للاتحادات، وقد عرفت الأسواق التجارية عبر العالم نماذج لهذه الاتحادات من قبيل اتحاد فيبوس. اتحاد فيبوس الذي تأسس بين سنة 1924 إلى 1939، تأسس تحت اندماج أو سلعة معينة كان ينتج هذا المصنع أو ذاك المصنع أو ذيك المنشأة، وهذا المصنع على كان منتج واحد، فانتمجوا حتى تصبح اندماجهم، وكانت هي انتاجهم المصابيح الكهربائية التي كان نفس المشروعين بنفس الانتاج، وتم الاندماج على هذا الأساس، وتسويق المصابيح إلى الأسواق تحت مسمى اتحاد فيبوس. هنا نأتي على أضرار اندماج الاتحادات للمستهلك. المستهلك راح ينضر بهاي الحالة، راح يستفاد المندمجين على هاي السلعة، ونذكر منها ومن المؤكد أن هذه الاتحادات تضر بالمستهلك، لأنها تحد من مجال اختياره للسلعة أو تحرمه من الجودة التي
تنتج عن طريق المنافسة، كما أنها تفوت عليه فرصة الاستفادة من أسعار أقل. في حال وجود منتجين آخرين للمواد والبضائع نفسها، ويتشكل بذلك سلوكا متنافيا مع مبدأ المنافسة، وتعمل بالتالي مبدأ الاحتكار، يعني الاحتكار على السلعة داخل السوق يصير عند المنتجين المندمجين تحت اسم واحد، مما يفرض منع هذا النوع من الاتفاقات التي تسعى فقط إلى الرفع من هامش الربح. هنا راح تستفاد المنشأة المندمجة دور ربح، لأن محددة الأسعار ومسيطرة على السوق وتحت مسمى الاندماج وتحت سلعة واحدة، وهي سلعة بس عند هذول المندمجين. يقول هنا مما يفرض منع هذا النوع من الاتفاقات التي تسعى فقط إلى الرفع من هامش الربح المجموعة المندمجة محددة على حساب المستهلك. هنا على حساب المستهلك هي راح تستفاد في هذا الاندماج والربح، وعلى حساب المنتجين الآخرين أيضا، يعني على حساب المستهلك وعلى حساب المنتجين الآخرين المنافسين داخل السوق، هي راح تستفاد المنشأة المندمجة مع بعضها البعض تحت إنتاج واحد. نأتي هنا مقاومة هذه السياسات، وهناك العديد من الدول قاومت هذا الشيء لمنع وهذا النوع من السلوك، ولكن ذلك لا يمنع من وجود نماذج شهيرة لهذه الاتحادات. يعني مو كل اللي اندمج قام يدور ربح، اكو اكثرها لا، دور مصلحة البلد. على رأسها اتحاد منتجي البترول في بعض بين من الدول العالم. على رأسها اتحاد منتجي البترول في بعض من دول العالم. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا رقم 7. تحياتي مدرس مساعد محمد فليح، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، ونلتقي في محاضرات قادمة. شكرا لكم.